عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وملعب جديد من ملعب الأهلي. شيخ الأندية التونسية في مواجهة زعيم الكرة المصرية وزعيم الكرة العربية وزعيم الكرة الإفريقية الأهلي. مواجهة من نوع خاص، مواجهة للمتعة، تدعو للمتعة. كل اللي بينتظرها مش جماهير الأهلي بس ولا الترجي بس، مش في مصر بس ومش في تونس بس كمان، بل الوطن العربي كله وكمان أفريقيا. وليه لأ، وهم الفرقتين الكبار جدا على الساحة الإفريقية تحديدا في آخر 10 سنين فاتوا، من 2010 لحد دلوقتي يعني 8 سنين أو 9 سنين. الترجي التونسي عنده سمعة رهيبة جدا وكبيرة جدا على المستوى الإفريقي، والأهلي كمان في آخر 8 سنين توج بالبطولة مرتين، 2012 و2013 والسوبر الإفريقي 2013 و2014 وكمان الكونفدرالية في 2014. الأهلي في مواجهة صعبة جدا مع الترجي التونسي على مين يتصدر المجموعة. الترجي ب10 نقاط قدام الأهلي ب7 نقاط، وبكرة مباراة تاونشيب مع كامبالا سيتي. كل التوفيق للأهلاوية النهاردة في مواجهة صعبة بالتأكيد. كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي هيبدأ النهاردة بتشكيلة مكونة قدامكم على الشاشة. محمد الشناوي على حراس المرمى، أحمد فتحي هيلعب باك رايت، وسعد الدين سمير وكلوبالي، علي معلول وعمرو السلية وهشام محمد، وقدامهم هيلعب ثلاثي ناصر ماهر وليد سليمان ميدو جابر وأزارو. يبقى كارترون المدير الفني للنادي الأهلي هيلعب ب 4-2-3-1 طريقته المعتادة. فضل النهاردة أنه هيلعب بأحمد فتحي ناحية اليمين عشان البليلي أو لعيب يوسف البليلي اللي هو اللاعب الترجي التونسي العائد من إصابة، والمتوقع ان هو يلعب ناحيه احمد فتحي شمال الترجي يمين الاهلي. يمكن دي من حسابات كارتيرون المدير الفني. المفاجاه عندنا كمان مش في الاهلي بس، المفاجاه كمان في الترجي التونسي. امبارح بيحصل اصابه لواحد من عناصر مميزه جدا في الترجي التونسي، هو طبعا شعلالي لاعب نص الملعب. يبقى شعلالي بيتصاب امبارح في ركبته، وبيقول التقارير الاوليه اللي طالعه من تونس هناك انه مش هياخد اقل او هي المساحه الزمنيه او الفتره الزمنيه مش هتبقى اقل من 2 أسبوع، وبكده يبقى بعد الشعلالي عن التشكيله الاساسيه لفرقه الترجي. ومحمد علي منصور اللي هو كان لاعب الاتحاد السكندري السابق اعتقد ان هو اللي هيكون له الاسبقيه في التواجد في التشكيله الاساسيه. كمان تشكيله الترجي التونسي مش هتبعد عن الطريقه اللي هي 4-3-2-1. المفاجأة اللي جاية لنا من تونس لحد دلوقتي لحد ما نشوف التشكيلة إن أنيس البدري كمان ممكن ما يبقاش بادئ اللقاء، وهيلعب ببلال المجري اللعيب بتاعهم برضو، عنده خبرات أفريقية صحيح لكن مش بقوة أبدا أنيس البدري. خالد بن يحيى المدير الفني للترجي التونسي واضح جدا إن هو متحفظ على اللقاء، بيلعب بطريقة 4-3-2-1، لكن وسط الملعب وكمان أحداث اللقاء وظروف اللقاء وكل مجريات اللقاء، توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المباراة الكبيرة بيبقى ليها كلمة أو كلمة كبيرة جدا جدا في سير اللقاء. كريم أحمد من تونس هناك على طول سريعا. وقبل ما أقول لكم كمان أو من نسمع كريم الجزء الثاني طبعا من ملعب الأهلي أو تحليل ملعب الأهلي أو تشكيلة ملعب الأهلي، هتتكون من كابتن حمادة صدقي، كابتن أسامة عرابي، كابتن محمد حشيش. نشوف كريم. كريم، شكرا ليك كابتن سيد عبد الحفيظ. في البدايه طبعا برحب بيك وبرحب بكل نجوم الاستوديو التحليلي وجمهور النادي الاهلي. ساعات قليله وبتفصلنا عن مباراه الاهلي والترجي التونسي في الجوله الخامسه من دور المجموعات بالبطوله الافريقيه. اجواء زي ما اتكلمنا عليها على مدار اليومين اللي فاتوا هنا في تونس، اجواء ان شاء الله كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي، حاله التركيز الشديده اللي اتكلمنا عليها، واكيد كمان اتكلمنا على التدريبين، تدريب كان على الملعب الفرعي، تدريب اخير على الملعب الرئيسي اللي وضع فيه مستر باتريس كارتيرون كل الامور الخاصه مباراة الأهلي والترجي. التكتيك يمكن هو طبعا عمل بعض التمويه طبعا في التكتيك او التشكيل اللي هيخوض بيه هذه المباراه، كان مفتوح طبعا لكل وسائل الاعلام، كان متواجده عقب انتهاء المؤتمر الصحفي اللي كان في الساعه 7:15. لكن بقول لك يمكن بالنسبه للتدريب استغرق يمكن ساعه و10 دقائق، كان في طبعا بعض الجمل التكتيكيه اللي حاول ان هو يخفي معالم التشكيل زي ما اكدت لك يا كابتن سيد بالنسبه لي مران الاخير لفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا يمكن لو بتكلم على صباح اليوم صلاه الجمعه طبعا كالعاده لعيبه النادي الاهلي كانوا متواجدين داخل فندق الاقامه ادوا صلاه الجمعه، من بعدها كان في طبعا وجبه غدا
في الطبيعي طبعا زي ما انت عارف يا كابتن سيد بتبقى قبل انطلاق المباراه باكثر من 4 ساعات، كانت في الساعه الرابعه والربع انتهى. لاعبي النادي الاهلي توجهوا الى الغرف الخاصه بهم على ان يستعدوا ان شاء الله الساعه 5:15 في المحاضره الرسميه والاخيره والنهائيه هنا في فندق الاقامه لمستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف، ومن بعدها تنتقل حافله النادي الاهلي ان شاء الله الى ملعب رادس في الساعه 6:45 هنا بتوقيت تونس. بناكد من جديد الساعه 8 هنا مباراه الاهلي والترجي التونسي، 9 مساء بتوقيت القاهره هتكون هذه المباراه. بنتمنى كل التوفيق يا كابتن سيد لفريق النادي الاهلي الجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله كمان نتمنى التوفيق للحكم الجابوني ايريك اوتوجو اللي النهارده ان شاء الله هيقود هذه المباراه. هو طبعا حكم مميز جدا، بيعاونه كمان عيسى يايا عيسى وموسوندو مونتل، طبعا دول يمكن اللي يكونوا معاه في طاقم التحكيم. بنتمنى ان شاء الله زي ما قلت لك كابتن سيد تكون كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي ونعود منتصرين باذن الله الى القاهره، يرفع رصيدنا باذن الله الى 10 نقاط. عوده ليك يا كابتن سيد، ولو في استفسار يا كابتن سيد. شكرا كريم احمد من تونس، والاجواء والاحداث والكواليس الخاصه بلقاء الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه مع زعيم الكره المصريه والعربيه والافريقيه الاهلي في مواجهه معتاده كل سنه او سنويه خلاص اعتدنا عليها ما بين الفرقتين الترجي والاهلي. قبل ما ينضم لنا ضيوفنا كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد حشيش، هنستعرض بعض اللقاءات وابرز اللقاءات والمواجهات اللي جمعت بين الفرقتين، عددهم، مين فاز اكتر، مين فاز اقل، التعادل كان يعني بيحكم اللقاء كم مره. عايز اقول لكم ان الاهلي والترجي اتقابلوا 17 مره، 17 مواجهه ما بين الاهلي والترجي، قدر الاهلي انه هيفوز 6 مرات، 3 في مصر و3 في تونس، 3 انتصارات في مصر و3 انتصارات في تونس، مقابل 3 فوز للترجي التونسي على حساب الاهلي، والثلاثة كلهم كانوا بره القاهرة، يعني كلهم كانوا في تونس. 8 مواجهات او 8 لقاءات حسمها التعادل ما بين الفرقتين، 8 مرات حسمها التعادل. الظريف في الموضوع واللطيف في الموضوع ان اول 3 مواجهات جمعت الاهلي والترجي كلها انتهت بالتعادل 0-0 لحد موسم او سنة 2001، وتحديدا في اياب دور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا في 2001، 17/11/2001 اتعادلوا الفرقتين 1-1، وكان ليا الشرف ان انا اكون اول واحد يجيب جول في الترجي، اول واحد يجيب جول في الترجي ذهابا وايابا او في القاهره وفي تونس. وكانت فتحه خير للاهلي على الترجي التونسي، تقابلوا بعد كده مرات عديده، مرات في دور المجموعات ومرات في الادوار النهائيه ومرات كمان كانت في دور الثمانيه. على سبيل المثال مثلا في 2012 كانت المواجهه المعروفه جدا جدا لكل افريقيا مش للاهلي بس، المواجهه اللي حسمها اللقاء الاول الذهاب اللقاء الاول 1-1 على استاد برج العرب، ولقاء العوده كان في رادس الملعب المعتاد واللي وشه حلو جدا على النادي الاهلي مش مع الترجي بس، حتى مع كل الانديه التونسيه، مع الصفاقسي، مع الافريقي التونسي. ده الجول اللي اول جول دخل في الترجي سواء كان في القاهره ولا في تونس، كان ليا الشرف الحمد لله رب العالمين ان انا اكون ربنا يوفقني ان انا اكون اول واحد يجيب جول في الترجي. طبعا الفرحه كانت كبيره قوي لان احداث اللقاء كانت صعبه، التعادل كان هنا، عقده شمال افريقيا يعني احنا اللي حلناها، كانت دايما حته الجزائر والمغرب وتونس مش عايز اقول متسيده لكن كعبهم كان عالي شويه سواء كان على المنتخبات او على مستوى الانديه. الحمد لله رب العالمين فتحت الدنيا بعد كده. فدي كانت لقاءات ما بين الاهلي والترجي في سنه 90 مثلا، التعادل كان سيد الموقف ذهابا وايابا 0-0، وكان الترجي فاز وحسمها بضربات الجزاء قلنا على دوري 2001. بعد كده عندك دوري 2007 3-0 جمعت اللقاء ما او جمع كانت نتيجه اللقاء ما بين الاهلي والترجي في على استاد القاهره، وكان دوري مجموعات على فكره، 3-0 لمحمد ابو تريكه وفلافيو اسامه حسني، وخساره هناك في تونس 0-1. في 2010 اتقابل الاهلي مع الترجي في الدور قبل النهائي برضه في 2010، النتيجه اللي كانت على استاد القاهره 2-1، الهدفين لمحمد فضل واحمد فتحي، وكان هناك هدف انرامو الشهير جدا جدا واللي على اثره الحكم الغاني طبعا اتوقف مدى الحياه او اتشطب من سجلات التحكيم، كان الهدف بتاع انرامو الشهير قوي في عالم كره القدم مش في افريقيا بس في كل العالم. وفي 2011 الاثنين اتقابلوا 1-1 في دوري المجموعات برضو في استاد القاهره هنا، الهدف لمحمد ابو تريكه، وكان خسرنا هناك 1-0
من الترجي التونسي. في 2012 المباراه كانت النهائيه اللي هي 1-1 اللي اشرت ليها من شويه، سيد حمدي تعادل للاهلي في برج العرب في الدقيقه 87، والمباراه الثانيه اللي كانت النهائي الخالص بشكل رهيب جدا للنادي الاهلي لعبا ونتيجه وكل حاجه في عالم كره القدم، كان درس من دروس الكوره، فن من فنون الكوره، ممتع جدا تتفرج عليه 100 مره وكانه فيلم عربي قديم رهيب جدا، له ابعاد ورسائل وله كمان فنيات على اعلى 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 مستوى. الهدف الاول كان لجده، واحد من الناس النجوم اللي كان ليها دور كبير قوي في البطوله ديت، زي ما كان له دور في على المنتخب في 2010، وكان وليد سليمان كان احرز الهدف الثاني، هو كان نجم اللقاء بلا جدال ولا بلا نقاش وليد سليمان. ويمكن الظروف مش عايز اقول مشابهه شويه لمباراه النهارده، مش في الدور لكن في الاحداث. الترجي كان في المباراه ديت متحفظ على فكره، لان هو كان 1-1 نتيجه الماتش الاولاني، وكان يكفي التعادل السلبي او التعادل 1-1 ويروح لضربات الجزاء او يفوز باي نتيجه يعني. مباراه كانت من امتع المباريات اللي الواحد كان شاهدها في حياته يعني، كنت مسؤول فيها طبعا، لكن في النهايه كان اللعيبه كلها كانت على مستوى عالي جدا جدا من التفكير والمسؤوليه والتعامل والمواجهه وكل حاجه والتركيز كل حاجه. حتى الفرحه كانت فرحه كبيره قوي، لان كانت صعبه، المباراه صعبه، رايح وبتلعب فرقه بحجم الترجي وامكانيات الترجي وعلى استادها وعلى وسط جمهورها ونفسها تاخد البطوله، وانت كمان بالنسبه لها البعبع بتاعها اللي هو نفسها تكسبه وتكسر شوكته، لكن يبقى دايما معدن لعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لكم كمان امتد الموضوع لحد 2015 في الكونفدراليه المره دي. النتيجه كانت 3-0 في دوري المجموعات، الاهداف لعبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، والمباراه اللي كانت في تونس كانت برضه فوز الاهلي 1-0 عن طريق جون انطوي. المواجهه اللي بعد كده كانت السنة اللي فاتت ما بين الأهلي والترجي في دور الثمانية، 2-2 في برج العرب، ودي كانت أقوى فرقة للترجي الواحد قابلها على مدار التاريخ أو المواجهات اللي أنا قلتها من وجهة نظر الشخصية، حد يتفق حد يختلف، لكن في النهاية فرقة الترجي السنة اللي فاتت كانت نموذج لفرقة كرة القدم على المستوى الدفاعي، على مستوى خط الوسط، على مستوى الأمامي، كانوا رهاب جدا جدا، ممتازين جدا جدا، لكن تبقى أو يبقى شخصية الأهلي وفريق الأهلي واسم الأهلي وإمكانيات الأهلي وروح فانيلة النادي الأهلي، رغم التعادل هنا 2-2 ورغم أن المباراة تكاد تكون منتهية خالص نفسيا معنويا فنيا، يعني الترجي عنده الكفة الأعلى، لكن تظهر معادن وشخصيات وتربية وتعامل وخبرات لعيبة النادي الأهلي، وأن الشوط الأول كمان يخرج بنتيجة 0-1 للترجي التونسي، لكن 45 دقيقة في كرة القدم وإن كانت على رادس وإن كانت في تونس وإن كانت مع الترجي وإن كانت مع أكبر الأندية الإفريقية، أنت بتلاعب الأهلي، فالأهلي دخل المباراة أو دخل الشوط الثاني بشخصية مختلفة تماما عن شخصية الشوط الأول وبأداء مختلف تماما عن الشوط الأول، وقدر أن هو يتفوق 2-1 ويصعد وياخد بطاقة التأهل من قلب الأسد هناك من الترجي. المواجهة الأخيرة اللي جمعت ما بين الأهلي والترجي كانت من شهرين ثلاثة من دلوقتي، يعني جمعت ما بين الأهلي والترجي في ظروف صعبة للأهلي، غيابات بالجملة، أحداث وإصابات بالجملة للأهلي، وقدر الأهلي يتعادل أو قدر الترجي يتعادل مع الأهلي 0-0 بعد الصفارة التحكيمية غير موفقة سنغالية طبعا بعدم احتساب هدف صحيح 100% لمروان محسن. دي كانت أبرز اللقاءات اللي جمعت ما بين الأهلي والترجي. زي ما قلت لكم هو لقاء للمتعة، لقاء مهم قوي 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 قوي، والواحد على المستوى اللي هو بيحب كرة القدم أو هاوي كرة يعني بيستني اللقاءات اللي زي كده، بيستني اللقاءات اللي هي فيها تاريخ كبير قوي للفرقتين، اللي بتجمع فرقة عندها شخصية وفرقة عندها شخصية، فرقة عندها تاريخ وفرقة عندها تاريخ، فرقة عندها بطولات وفرقة عندها بطولات، وبيستنى متعة كرة القدم، وهي الكرة كده متعة، يعني هواية بتستمتع بيها، لكن احنا كمان كلاعب الكورة مش ممكن تمتع الناس اللي في المدرجات وانت كمان جواك مش مستمتع، جواك مش مبسوط، لازم تكون جواك مبسوط
عشان كده هتلاقي في اوروبا الاداء سلس جدا، بسيط جدا، مفيش توتر، مفيش عصبيه، مفيش تنشنه، مفيش بتفكر في مليون حاجه، مين هيقول ايه ومين هيعيد ايه وهيتقال عليها في ايه في الاعلام. لا، هم هناك عارفين هدفهم كويس قوي، بيشتغلوا عليه، عارفين كويس جدا جدا لهم اهداف شخصيه وليهم اهداف جماعيه اللي هتتمثل في النادي ومصلحته وبطولاته. والاهداف الجماعيه بدورها بتحقق لك الاهداف الشخصيه. يعني لو انت حققت هدف جماعي، انت كشخص او كلاعب او كفرد في المنظومه بتستفاد. على العكس، ممكن تكون انت بتمشي على بشكل شخصي شويه والجماعه بتتاثر او ما بتبقى مش مستفاده قوي، ما بيبقاش النجاح بتاعك او التميز بتاعك على المستوى الامامي او المستقبلي لو الفرقه هي اللي كسبت، لو الفرقه هي اللي تميزت، لو الفرقه هي اللي خدت بطوله. سعرك بيزيد، يعني تاريخك بيعلى، خبراتك بتاخدها بشكل كويس، تسويقيا، تعاقديا، تسويقيا يعني اعلانيا اقصد كمان، يعني انت كمان لما بتاخد بطولات. عشان كده تلاقي سعر لاعب النادي الاهلي مختلف عن سعر اي حد. ممكن تلاقي لعيب في النادي الاهلي بياخد 3 4 مليون جنيه في الاعلان او الحمله الاعلانيه، ولاعب تاني ممكن ياخد له 50 60 الف جنيه مثلا. دي حقيقه على فكره، اسالوا الناس بتاعت الاعلانات. فعشان كده ليه؟ عشان لعيب النادي الاهلي عنده كميه بطولات كبيره جدا، لعيب النادي الاهلي عنده جماهيريه عريضه جدا، لعيب النادي الاهلي له سعر معين. فتلاقي حتى في البرامج التلفزيونيه ممكن تلاعب، يعني تجيب لاعب ب 100,000 جنيه او 120,000 جنيه او 150,000 جنيه او 200,000 جنيه، وتجيب لاعب ب 10 و15,000 جنيه في الحلقه من نادي تاني. فعشان كده سعر النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي مختلف، عشان بطولات النادي الاهلي، عشان كميه البطولات اللي بيشارك فيها وبياخدها النادي الاهلي. طيب، على العموم الاهلي بيواجه الترجي او الترجي بيواجه الاهلي بتشكيله، هقولها مره تانية، تشكيله اختارها كارتيرون، بيلعب محمد الشناوي 4-2-3-1، محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، كولوبالي، علي معلول في نص الملعب، وهي قدامنا على طول اهي في نص الملعب، عمرو السوليه وهشام محمد، ثلاثي امامهم وليد سليمان، ناصر ماهر، ميدو جابر، و أزارو. يبقى الأهلي بيلعب 4-2-3-1 في المقابل، لأنها لسه مش رسمي لحد دلوقتي، لكن أنا بقول لكم الترجي التونسي هيلعب بالآتي بنسبة 90% أو 95%. هيلعب معز بن شريفية، خلاص الترجي بقى عامل زي أي فرقة مصرية، أنت حافظه، معز بن شريفية الحارس المعتاد، رغم إن كان بيقولوا إن رامي اللي هيلعب، اللي جايبينه مصطفى كسي هو اللي هيلعب، لكن خالد بن يحيى فضل لخبرات معز بن شريفية إن هو اللي يبدأ. لسه التشكيلة مش رسمي، لكن ده المتوقع. يعني في اليمين هيلعب سامح الدربالي، إيهاب المباركي رغم عودته، لكن هو هيبدأ بسامح الدربالي وشمس الدين الزوادي، ومعاه خليل شمام وحسين الربيع باك ليفت. في نص الملعب بيلعب بكوم، فرانك كوم، اللعيب الكاميروني المتميز جدا طبعا، وكله بالي، وكان المفروض يلعب جيلالي أو جيلاني، لكن اتعور امبارح، فهيلعب محمد علي منصر اللي كان بيلعب في الاتحاد السكندري، والمعتاد اللي احنا عارفينه وحافظينه أنيس البدري، واللي هو لاعب المنتخب التونسي ولاعب الترجي التونسي واللاعب اللي كان محترف بره. يعني الاخبار اللي جايه لنا ان هو مش هيبدا اللقاء، هيلعب واحد اسمه بلال الماجيري، ده لعيب برضه تونسي، ويوسف البليلي اللعيب برضه اللي راجع من اصابه او راجع من اصابه مش طويله، وطه حسين او طه ياسين الخنيسي. الترجي هيلعب ب 4-4-2، هيلعب ب 4-2-3-1، هيلعب ب 4-3-3. الاهلي عنده هدف، وهدف في الوصول لصداره المجموعه ان شاء الله الرحمن يرجع بيه. مباراه في منتهى الاهميه، منتهى القوه، انا بقول مختلفه شويه يعني عن المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت اللي هي بتحسمها لازم فرقه توصل، لازم فرقه تخرج، لازم فرقه تبقى خاسره او فرقه فايزه. المره دي مختلفه الامر شويه، تتكلم في حساب المجموعات. الاهلي يكسب، ده هدف اول، ما كسبش ما يخسرش، ده هدف ثاني. لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لو ما فيش لا دي ولا دي، الاهلي عنده هدف بيوصل له اللي هو الوصول كتاني مجموعه مع الترجي، بعد كمان مباراه تاونشيب بكره مع كامبالا سيتي. نطلع تقرير ومكملين مع حضراتكم باذن الله. الذكريات الجميله ما بين الترجي والاهلي في على استاد القاهره راد سابقا، ونرجع نكمل كلامنا وبعدين نستقبل ضيوفنا. هوبا هوبا هوبا، وكوره خطيره، وكوره من وليد سليمان، والهدف
لعب كرة عرضية داخل المنطقة بعرض خطيرة وهدف التعديل وهدف العاوز للفريق الأهلي خطيرة جدا السيد حمدي والهدف الأول علي معلول علي معلول فرصة الثاني والهدف الثاني الأهلي زي العادة يسجل في ملعب من ملعب رعب يثير الخوف والفزع في نفوس المنافسين إلى استاد الفرحة والأمل من ملعب يخشى المنافسون الذهاب إليه إلى استاد يتفاءل به ملايين الأهلوية إنه استاد رادس الشهير الذي لا يحمل ذكريات لا ينساها أي أهلوي تحول معها إلى ملعب السعد للقلعة الحمراء لم يكن يدري محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الأول السابق لم يكن يعلم أن هدفه الشهير والقاتل في مرمى الصفاقسي في اللحظات الأخيرة من نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006 بين الأهلي والصفاقسي باستاد رادس سيقص شريط حكايات الأمل والتفاؤل والفرحة الأهلاوية على هذا الملعب الشهير شادي وماشي شادي وبيعمل الأوفر عالية ويطلع لعب الكرة تاني على طول وتترد وهوبا جول أبو تريكة جول يا عفورة يا ترد أبو تريكة وإيه برجله الشمال وهاتها من الشبكة يا أحمد جواشي هدف أبو تريكة في الصفاقسي الذي قبل ما اقول لكم موقف الفرقتين في المجموعه خليني اقول لكم تاريخ الاهلي في دوري ابطال افريقيا الاهلي كل مبارياته في دوري ابطال افريقيا لعب 254 مباراه فوز 124 مباراه خارج ارض الاهلي او خارج الديار المصريه 27 مباراه تعادل 75 مباراه هزايم 55 مباراة أهداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا بس لأن طبعا أنتوا عارفين يعني بطولات الأفريقية دوري الأبطال وأبطال الكؤوس زمان والمسماها الحديث اللي هو الكونفدرالية فأهداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 381 هدف عليه 197 هدف مشوار الأهلي بقى في كل البطولات الإفريقية مشوار الأهلي في كل البطولات الإفريقية لعب 334 مباراة فاز في 167 مباراة خارج أرضه 35 مباراة تعادل في 91 مباراة هزايم 76 مباراة أهدافه 494 هدف يعني باقي 6 أهداف والأهلي يوصل ل 500 هدف أهداف اللي عليه 255 هدف الهدافين للأهلي على مستوى أفريقيا كابتن محمود الخطيب 37 هدف الهداف التاريخي للنادي الأهلي بعديه أبو تريكة 32 هدف عماد متعب 28 هدف فلافيو 18 هدف حسام حسن 17 هدف بركات 17 هدف أيمن شوقي 15 هدف كابتن طاهر أبو زيد 13 هدف دول الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي أقول لكم كمان موقف بقى الفرقتين في المجموعة قبل ما نستقبل للضيوف كابتن حمادة صدري وكابتن أسامة عربي وكابتن محمد حشيش عايز أقول لكم إن في الصدارة لحد دلوقتي بعد 4 مواجهات الترجي ب 10 أهداف بأسف 10 نقاط عنده 8 أهداف وعليه 3 الفرق 5 فاز في 3 وتعادل في 1 الأهلي عنده 7 نقاط لعب 4 فاز في 2 تعادل 1 خسارة 1 عنده 4 أهداف وعليه هدفين الفارق هدفين وله 7 نقاط كامبالا سيتي عنده 3 نقاط لعب 4 مواجهات فاز في 1 خسارة 3 تعادل مفيش عنده 4 وعليه 5 ماينس 1 تاون شيب عليه او لعب 4 لقاءات فاز في 1 تعادل مفيش خساره في 3 عنده هدفين وعليه 8 ماينس 6 ونقاطه 3 طيب
الفارق دلوقتي في المجموعه ما بين الاهلي والترجي 3 نقاط وفارق اهداف كمان لصالح الترجي. معنى كده ان الاهلي لو كسب هيوصل مثلا، لو كسب ان شاء الله الرحمن 1-0 هيوصل للنقطه العشرة، هيبقى زي الترجي. طب ليه يتفوق على الترجي؟ هنا بقى هيعملوا المواجهه المباشره. الحساب مش هيبقى انت ليك 5 ولا ليك 7 ولا ليك 10 فرق وانا ليا هدفين او 3 فرق فانت اكتر مني، لكن المواجهات المباشره تبقى لصالح الاهلي لان الاهلي تعادل مع الترجي هنا في برج العرب. يبقى اي فوز للاهلي 1-0 2-1 3-2 اي فوز للاهلي بفرق هدف يديله صداره المجموعه. على بركه الله وتوفان يبدا الاهلي، المباراه النهارده باذن الله. كل التوفيق للاهلاويه. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن حماده وكابتن اسامه عربي وكابتن محمد حشيش، نتكلم على كل تفصيله تخص لقاء زعيم الكره التونسيه وشيخ الكره التونسيه مع زعيم الكره المصريه والعربيه والافريقيه الاهلي المصري. ان شاء الله الاهلي يكسب 1-0 وان شاء الله باذن الله يعني يكون احسن حد في المباراه نصر ماهر. ده مستقبل الاهلي وابن الاهلي واحنا منتظرين منه كتير باذن الله. باذن الله يكون احسن لاعب في الماتش، اللعيبه باذن الله تكون كلها احسن لعيبه تمام وتعمل احسن اداء قدام الترجي ونقدر نكسب 2-1 واحسن لاعب يكون وليد ازارو. توقعات النتيجه 2-1 يعني ده ترجي هي حظها حلو علينا بس احنا برضو يعني هنعمل ماتش كويس قدامها ان شاء الله يعني عشان نصعد يعني نموت نفسنا في الماتش دوت ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 النادي الاهلي وليد ازارو ووليد سليمان. وليد سليمان يكون احسن لاعب في الماتش ان شاء الله باذن الله. 2-1 للاهلي واللي هيجيب الاجوان وليد سليمان. وليد ازارو احسن لاعب في المباراه وليد سليمان. النادي الاهلي هيكسب بكره 2-1 طبعا رادس ده ملعبنا وعلى طول الاهلي بيكسب فيه بإذن الله. راجل المباراة وليد سليمان. أتوقع إن شاء الله أن يكون وليد أزارو وإن شاء الله هو يحرز الهدف إن شاء الله 1-0. نكسب بإذن الله 2-0 بإذن الله وأحسن لاعب بكرة يكون أزارو بإذن الله. إن شاء الله الأهلي يكسب 2-0 ويبقى أزارو بإذن الله أحسن لاعب في الماتش. إن شاء الله بإذن الله النتيجة 1-0 بإذن الله، لو 1-1 لو 1-1 لو 1-0 النادي الأهلي بإذن الله. وأحسن ونجم المباراة ممكن يكون وليد أزارو لأنه أنا متوقع أنه هو هيهدف في المباراة دي بالذات. إن شاء الله إحنا حظنا حلو على الترجي في الترجي، وإحنا بنعتبر استاد الترجي ده العاصمة بتاعتنا هناك، والفوز 2-1 إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0 وإن شاء الله ملعب رودس ده ملعبنا وأحسن لاعب إن شاء الله هيكون وليد سليمان إن شاء الله. وليد أزارو 2-0. مساء الفل عليكم. شيخ الانديه التونسيه في مواجهه زعيم الكره العربيه والافريقيه والمصريه، بالتاكيد قبلهم الاهلي المصري على استاد القاهره رادس سابقا. مواجهه تدعو للمتعه، كل اللي عنده حاجه ياخرها شويه لمده ساعتين بعد اللقاء ينزل زي ما هو عايز، لان ما بتلعبش المباراه دي كتير، ما بتستناهاش كتير على الوطن العربي او على القاره الافريقيه. يمكن في اوروبا بنشوف طبعا مباريات كبيره وعظيمه وممتعه، لكن في القاره الافريقيه بيبقى مش من السهل تشوف مباراه بحجم وقيمه الاهلي والترجي. تشكيله ملعب الاهلي مش تبعد كتير عن التشكيله اللي موجوده في رادس، فيها تحفظ برضه هنا، كنا مصورين نعملها بالشكل ده. منورنا كابتن حماد. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، وبرحب بيك وبرحب كابتن اسامه كابتن حشيش، بقالي كتير ما شفتوش. ويا رب تبقى ليله جميله النهارده على النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. من اليمين للشمال او من الشمال لليمين يعني ايا كان الوضع، معانا ضيف جديد في ملعب الاهلي، عشان كده بقول لكم متحفظين، كلهم بيلعبوا خط دفاع ونص ملعب وواحد بس برضه نص ملعب ما بيعملش راس حربه خالص في ملعب الاهلي. كابتن حشيش منورنا. كابتن سيد ازيك؟ عامل ايه؟ حضرتك الله يخليك. الحمد لله كله خير؟ كله تمام الحمد لله. طبعا المكوك بتاعنا في ملعب الاهلي الراجل الجندي المعلوم مش المجهول، الجوكر. الجوكر بتاعنا كله يعني في الاوضه وهنا يعني ما يغركوش بس ان هو طيب كده على الشاشه، ده كان هو فظيع. كابتن اسامه منورنا. الله يخليك يا سيد، وسعيد بوجودي مع حماده وحشيش.
تحفظ ملعب الاهلي في تحفظ برضه سيرد باك او ليبرو سيرد باك او ليبرو ونص ملعب وعلى نص ملعب. عنوان للقاء عنوان اللقاء. طيب كابتن حماده تشكيله الترجي جات لنا دلوقتي هنقولها سريعا وبعدين نتكلم في شويه تفاصيل صغيره يمكن الناس يهمها كمان انها تعرف تشكيله الترجي. قلنا تشكيله الاهلي نعيدها مره ثانيه مع حضرتك يعني لو حضرتك تقولها لنا وانا اقول لك تشكيله الترجي. يعني الاهلي ان شاء الله محمد الشناوي علي معلول سعد سمير سليف كلوبالي احمد فتحي هشام محمد السوليه وليد سليمان ميدو جابر ناصر ماهر وليد ازارو. طيب خليني اقول لك النهارده بقى تشكيله الترجي تشكيله مختلفه عن اللقاء اللي خاض بيه الاهلي خاض بيه الترجي مواجهه الاهلي في برج العرب. معز بن شريفيه كالمعتاد زي ما قلت كده فضل ان هو يلعب بالناس اللي عندها خبره شويه. سامح الدربالي فضل برضو ان هو يكون موجود على حساب ايهاب المباركي اللي راجع من الاصابه رغم ايهاب المباركي احسن بس سامح الدربالي اجهز. خليل شمام برضو دخله في منطقه السيرد باك. ايمن بن محمود وده راجع من اصابه طويله وحسين الربيع الباك ليفت اللي لعب المواجهه الاولى مع قدام باقه لو تتذكروا فرانج كوم اللاعب الكاميروني المعروف وكلوبالي شعلالي اتعور امبارح فبقى بيلعب مكانه محمد علي منصور اللي كان لاعب الاتحاد السكندري والبليلي اللي هو يوسف البليلي كان معتاد وبلال الماجري ده لعيب برضه لعب وعنده شويه اهداف هنحاول ان احنا نجيبها لكم كان موجود اول هدف ليه جابه مع ترجي تونسي كان سان جورج السنه اللي فاتت في دوري المجموعات لو تتذكروا كان احرز اول اهدافه مع ترجي تونسي وقدام كالمعتاد طه ياسين الخنيسي. يبقى ترجي تونسي بيلعب 4-3-2-1. طيب قبل ما نخوض كابتن حماده كابتن حشيش كابتن اسامه عرابي في التفاصيل الفنيه وطريقه اللعب وايه ابرز العناصر هنا والمفاتيح اللعب هنا والاوراق الرابحه هنا لكن يبدو ان تحفظ خالد بن يحيى اكتر شويه من كارتون زي ما احنا يمكن اتكلمنا في الترجي. ترجي عنده 10 نقط ترجي عايز ينهي المجموعه يبقى اول مجموعه اكيد يبقى في عنده نوع من التحفظ شويه ويمتلك وسط ملعب جيد جدا وسط الملعب عنده يعني جيد في قوة الدفاعية بتاعته تكون في وسط الملعب ولكن عنده أخطاء كثيرة ورا فأكيد بيأمن نفسه بشكل كويس أخطاء وعدم جاهزية بالظبط في أيمن بن محمود ويمكن سامح الدربالي ده لعب مباراة أوغندا اللي كانت موجودة في في في, في تونس وأخطأ خطأين بهدفين اللي هو كامبالا مظبوط كان ناحية اليمين كامبالا سيتي كامبالا وكامبالا كان بيتقدم 2-0 ولكن العودة القوية بتاعة الترجي الجمهور عنده عامل إيجابي قوي جدا بيدي دفع وقوة للتيم يمكن أنا اتفرجت على المباراة ديت الكامباك كان قوي جدا قدر يرجع بتعادل وبعد كده بمكسب في الآخر يمكن كان نجم اللقاء يمكن شفت ايمن البدري تقريبا انيس البدري ده يمكن موجود في على دكه البدلاء ده من نجوم من نجوم الفريق يوسف البلايلي لعيب كويس جدا طبعا طه ياسين الخنيسي من اللعيبه كويسه جدا يعني عنده عناصر بتصنع الفرق بشكل كبير ولكن الاخطاء الدفاعيه عنده متواجده بشكل كبير جدا بالذات في تونس يعني الماتش بتاع اوغندا اكبر دليل يمكن المساحات كانت موجوده بشكل كبير جدا اكيد هغير السيناريو امام النادي الاهلي هو عنده مع الضغوط عنده مش عاليه قوي الضغوط عنده ده خلاص هو وصل الدور اللي بعد كده بيحب طبعا مباراه زي النادي الاهلي مباراه كبيره مباراه الترجي والنادي الاهلي دايما بتلاقي نهائي افريقيا يعني مباراه قمه افريقيه بتبقى موجوده النهارده الاهداف مختلفه شويه قلنا الاهداف مختلفه ده ماتش في المجموعه الترجي ضمن بنسبه 100% صعد الاهلي لسه ما صعدش الاهلي محتاج يطلع بنتيجه ايجابيه النهارده يعني لازم نتيجه ايجابيه ما تعرفش الماتش بكره كامبالا سيتي ولسه جاي لك وتاون جيب كده هو لسه جاي لك في مصر وهو خطر بيلعب جيم مفتوح على طول كامبالا الاوغندي بيلعب جيم مفتوح صح فبرضه النادي الاهلي لسه يعني تسؤل حسابيا لسه طبعا ولكن هو عدى الماتشين اللي فاتوا حطوه في مكان كويس جدا طبعاً. وخد الثقه بشكل كبير جدا فالمباراه بالنسبه للنادي الاهلي لا النادي الاهلي محتاج يبقى ايجابي النهارده في كل حاجه طيب قبل برضه ما نخش في اللقاء تفاصيله الفنيه كابتن حشيش كابتن حماده ذكر حته الجماهيريه بس الجمهور
انا كنت في المطبخ وعارف قوي مع الترجي التونسي تحديدا، وانت كمان كان ليك سابقه معنا واحنا طالعين بس كان الافريقي التونسي ما كانش الترجي يعني. جمهور الترجي عارف قوه الاهلي جدا طبعا، فتلاقيه بعد 20 دقيقه 25 دقيقه مش عايز اقول الحماس بيقل، هو جمهور زي جمهور الاهلي وجمهور الزمالك عنده حماس ومؤازر لفرقته وكل حاجه تمام، لكن بيبدا يتشد مع اللقاء صحيح تمام. فدي ممكن ساعات او مش ممكن ساعات كتير جدا بتبقى ميزه للاهلي صحيح. مش ضغط على الاهلي. لازم نعترف ان طبعا الترجي فرقه كبيره، جمهور كبير، اكبر جمهور او اكبر شعبيه في تونس. جمهور الترجي راح الماتش ده سيد لحاجه تانية خالص، عارف تاريخ مواجهات الاهلي والترجي في رادس، عارف ان التاريخ لصالح النادي الاهلي في الملعب ده بالتحديد، وذكريات مؤلمه في النهائي كمان البطوله. هو دلوقتي عارف انه خلاص هو كده خلاص صعد، هو يهمه الحته النفسيه، هو يهمه برضه حته ان هو بلغه الكره كده يركب على النادي الاهلي في الملعب ده بالتحديد، يامل ان يخرج النادي الاهلي من البطوله بدري عشان ما يستخدموش بعد كده. بيتكلم بمنطق يقول لك خلاص اطلع فرقه تقيله وبتقرفني دايما وحظها عاليه وكعبها عالي عليا في رادس، فبالتالي هو عايز ان هو يكسب. لو وصلنا بقى للمدير الفني طبعا واضح ان هو طبعا زي ما انت قلت متحفظ، وهو طبعا متحفظ لسبب الاسباب اللي قلناها دي، الذكريات بتاع خالد بن يحيى طبعا متحفظ لان هو كده كده ضمن الصعود من وجهه نظر بقى المدرب الناحيه التدريبيه، هو خلاص صعد، كل ما الوقت بيمر هو ده مكسب بالنسبه له ان هو متعادل مع النادي الاهلي، راكب على النادي الاهلي بالبناط، عنده عارف كويس قوي ان في نقط ضعف عنده، لازم نعترف ان اضعف خط هو خط الدفاع وفي بطء شديد جدا، عارف خطوره وليد ازارو، عارف خطوره سرعته فهو لازم يبقى متحفظ. عشان كده انا بقول ان هو الاثنين المدافعين الافارقه دول لازم هيبقوا في حضن السرد باكين، وخصوصا في سرد باك او مساك راجع من اصابه لفتره طويله فممكن برضه ما يبقاش على المستوى المطلوب. يهمه ان المباراه يعني الوقت يمشي ويعدي لانه عارف ان الضغط العصبي على النادي الاهلي اكبر، النادي الاهلي لسه ما صعدش، لا قدر الله ممكن تيجي مفاجآت، النهارده عنده ماتش مع كامبالا فرقه برضه برغم انها تلعب النادي الاهلي في ملعبه انها مش مضمونه، بتلعب كوره وليها تجربه اللي فاتت مع مباراه كامبالا والترجي كسبانين 2-0 في ملعب الترجي في البدايه وكان عامل لهم مشاكل كبيره، فلسه لغايه دلوقتي النادي الاهلي طبعا ما صعدش، يهمه ان هو برضه ياكد ان شاء الله باذن الله صدرته للمجموعه بمكسبه النهارده، لازم يعمل نتيجه ان شاء الله باذن الله ايجابيه عشان برضه تحسبا للقاء المهم. طيب تاكيدا بس الكلام كابتن حشيش هيوضح نقطتين، النقطه الاولى موقف الاهلي ايه؟ يهمنا موقف الاهلي، الاهلي كسب النهارده خلاص بقى تصدر المجموعه وانتهى الامر بالنسبه له كده، يعني تصدر المجموعه وخلاص الموضوع خلص، المولد انفض. لو اتعادل الاهلي وبكره تاون شيب اتعادل مع كامبالا سيتي الاهلي مش محتاج الماتش الاخير خلاص برضو صعد. لو الاهلي اتعادل النهارده وبكره كامبالا اتعادل مع تاون شيب واللقاء هيبقى في اوغندا يبقى خلاص الموضوع منتهي خلص. فدي مواقف الاهلي، لو فرقه من الاثنين كسبت والاهلي اتعادل النهارده يبقى يفضل الامر لحد اللقطه الاخيره. صح. النقطه الثانيه اللي اشار ليها كابتن حشيش، يمكن خالد بن يحيى كمان عنده على المستوى، تعرف كابتن حماده كابتن اسامه كابتن حشيش، الحته اللي هي بتاعه مدرب بالنفس الجنسيه، هو عايز يتفوق برضه على نبيل معلول، يقول لك الاهلي كسب الترجي في وجود نبيل معلول وهو تونسي، كسب الترجي في وجود فوزي البنزرتي وهو تونسي. مظبوط. وده تصنيفهم بالنسبه لخالد بن يحيى اعلى في الحته التدريبيه طبعا اعلى وقدم. فانا لو كسبت الفرقه اللي كسبت الاثنين دول في التصنيف بالنسبه لي برضه انا كمان هبدا اعلى في الدرجات والسي في بتاعي. صحيح. في الحسابات مش عيب على طبعا طبعا مش عيب طبعا مش عيب. كابتن اسامه نخش في تفصيله بقى فنيه، ولا عايز تقول حاجه في الامور قبل ما لا انت كلامك مظبوط، هو فعلا خالد بن يحيى يهمه يكسب لان الاهلي ما كسبش الترجي ما كسبش الاهلي من 7 سنين، ف يعني سنوات طويله رغم الترجي اسمه كبير في افريقيا، فيهمه فعلا يتفوق على الاثنين المدربين التوانسه الاخرين ويعمل شكل في تونس انه قدر يفوز على النادي الاهلي اللي هو بقى له فتره بتاع 7-8 سنين مش عارفين يكسبوه. طيب كابترون النهارده بقى في نقطتين حضرتك هتاخد واحده منهم وكابتن حماده هياخد واحده منهم.
ناس برضو انت عارف كل بقى ملم بالكوره بشكل كبير جدا ومتابع للكوره وبقى كتير جدا حتى يعني على مستوى السوشيال ميديا وانت بتتفرج تلاقي ناس ممكن تتكلم في الكوره بشكل جميل قوي قوي. النهارده مثلا على سبيل المثال فضل ان هو يلعب احمد فتحي كباك رايت، يعني في اللقاءين اللي فاتوا اداله تجربه نص الملعب فادينا احساس ان هو بيحضره لمباراه الترجي نظرا لغياب حسام عاشور وعدم جاهزيه عمرو السليه. لكن النهارده بيلعبه في الحته دي في الباك رايت، تفكيره كان رايح فين؟ استنتاجك من وضع احمد فتحي النهارده كباك رايت كارترون استنتاجك ليه كان ايه؟ هو عامه احمد فتحي خلينا منطقيين انه في الباك رايت افضل، هو بيلعب في الوسط المدافع بامتياز وهايل، لكن انا اتصور حاجتين، ممكن يكون عشان هو بيدي تدعيم اكتر لخط الظهر في التغطيات العكسيه، يعني لما بيبقى في ضغط على فريق النادي الاهلي احمد فتحي في المواقف التغطيات العكسيه قوي، في واحد ضد واحد لما بيلعب عليه المهاجم زي يوسف البلايلي او بلال المجري او اي حد من الاطراف قوي بيعرف يتعامل بصوره كبيره، بيساند خط الدفاع اللي هو كوليبالي ومعلول وسعد سمير في الـ في الـ في الصلابه الدفاعيه. فانا اتصور دي نقطه مهمه هو باني عليها، دي واحده. الحاجه الثانيه ان هيقول لك انه انا عندي هشام محمد وعندي السوليه وضم كمان اكرم توفيق وكل العناصر دي وانا هبتدي اركب احمد فتحي في المكان ده، يبقى انا مش محتاج دول 100% او مش بالنسبه لي. لو قعدت واحد فيهم ولعبت احمد فتحي مثلا زي هشام محمد، طب هديله فرصه امتى؟ فدي برضو ممكن يكون تفكير تاني، يعني في مدرب يقول لك طب انا هلاعب احمد فتحي لما اكون مضطر فعلا، لو هشام مش موجود، لو كان عمرو السوليه مثلا كان في كلام قبل المباراه انه احتمال ما يبقاش جاهز كان احمد فتحي ساعتها هيلعب، لكن في وجود بقى عمرو وهشام فهو فضل للنواحي اللي قلت لك عليها الدفاعيه والصلابه الدفاعيه عند فتحي، وكمان ان في لعيبه في وسط الملعب تقدر تقوم بالواجب ده. وان كان لو هاني لعب في الباك رايت واحمد فتحي لعب في خط الوسط المدافع، ودي احنا يعني شفناها كتير مع النادي الاهلي، واحنا لما كنا في الجهاز احيانا كنا بنعمل كده، فما كانتش هتفرق كتير. لكن زي ما قلت لك هي عشان النواحي الدفاعيه بصوره كبيره عشان البلايلي او بلال المجري، يعني ممكن كان يفكر برضه في انيس البدري، يعني كان ممكن يقول لك انيس البدري بيلعب او انيس واحمد فتحي مع انيس البدري في الحته دي كان بيبقى متميز ومتفوق عليه بشكل كبير قوي. النقطه الثانيه تتمثل في هشام محمد، يعني برضه السؤال يقول لك طب ليه هشام محمد ما لعبش مباراه النجمه اللي فاتت طالما انت هتلعبه في ماتش الترجي؟ بس هشام السنه اللي فاتت اديك معلومه، بس هشام السنه اللي فاتت لعب مباراه الترجي نفسها، يعني لعب المباراه اللي كسبها فيها 2-1، نزل في بدايه الشوط الثاني. اتفضل. أأكد مع اسامه نقطه مهمه جدا، من اخطر اللعيبه الاماميه يوسف البالي، يعني هو مكمن الخطوره اللي بيعرف يعدي وعنده السرعه وعنده صناعه الاهداف، وهو بيلعب ناحيه الشمال، يعني في اغلبيه الماتشات يمكن اللي شفتها للترجي هو بياخد الجنب الشمال والبدري كان ناحيه اليمين، فده اخطر لعيب من وجهه نظري انا اللي بيقدر يوصل وبيصنع اهداف. يمكن كل الاهداف اللي بتصنع عن طريق البلايلي اللي بيشتغل كويس جدا جدا في الاوفرات، في واحد ضد واحد، واحد ضد واحد بيشتغل، عنده المهاره وعنده السرعه. فمن وجهه نظري باكد كلام اسامه اللي هو احمد فتحي ممكن يكون محطوط في المكان ده عشان الخطوره بتاعه الترجي اللي بتكمن هنا، يمكن دي اخطر مكان، يمكن نص الملعب عندهم قوه دفاعيه ولكن الخطوره اللي بتظهر كان دايما من الاطراف، كان البدري وانيس البدري والبلالي الاثنين بيعملوا جبهات كويسه، ولكن الاخطر كان يوسف البلالي من ناحيه الشمال عنده اختراقات وعنده بيعمل مشاكل كتير. هشام محمد والسوليه يمكن شفناهم في اول مباراه يمكن مع النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي، يمكن ما كانتش الاجاده على المستوى المطلوب، كان يعني الاجاده كانت مشكلتنا في نص الملعب هشام والسوليه الاثنين نفس الادوار وكان في بطء شويه في نص الملعب. ممكن النهارده ده بلال المجري اللي يمكن الناس بتتخيل ان هو جديد على الترجي، لا هو مش جديد على الترجي، هو بيلعب بس اللي كان بيلعب دايما على طول يا يوسف البلالي يا اما انيس البدري، لكن هو بيلعب برضه. اتفضل يا كابتن. ده اللي جاب الهدف الهدف في تاون شيب، ده هدف في تاون شيب، ده ده هو هدف في تاون شيب. اتفضل.
يا رب نشوف هشام النهارده في يبقى في سرعه في الريتم من هشام ومن السوليه. لازم حد زي ما قلنا الاثنين ادوارهم متشابهه جدا، لازم حد يبقى فيه عامل عمق شويه، لازم ناصر ماهر يبقى قريب يشتغل الثلاثه، يعني ممكن ده الماتش ده ممكن نشتغل بثلاثه مع بعض في نص الملعب مع ناصر، ما بقاش متقدم قوي ولكن لما بتدي نمسك الكوره عندنا اثنين بيقدروا يلعبوا كوره، هشام محمد وناصر ماهر وتحتيهم السوليه. يعني لازم حد يبقى في اللي من الاثنين واقف صح. اكيد في تحليلات مستر كارتيرون دارس الفريق بشكل كويس بدل حته فتح، يعني اللي بيتفرج على الترجي كل ماتشاته الخطوره جايه من هنا، يبقى ازاي هامل نص الملعب، ازاي هقفل من الاطراف بشكل كويس، ازاي هدي لعلي معلول مهام هجوميه كتيره بيشتغل يصنع جبهه بشكل كويس، وفتحي بيبقى يمكن عنده مهام دفاعيه اكتر من ناحيه الهجوميه، والثلاثه وسط الملعب هم يقفلوا الملعب بشكل كويس جدا مع القوه الدفاعيه الموجوده في الترجي. طيب في نقطه عايز اعلق عليها برضو لو ممكن، يعني فضل. انا في رايي برضو هو على حسب برضو كارتيرون عايز ايه من الاثنين الطرفين بتوعنا احمد فتحي ومعلول. معلول طبعا الناحيه الهجوميه عنده اكبر بكتير من الناحيه الدفاعيه، وانا بتكلم على الحته النفسيه ان هو بيلعب في بلده وعايز يظهر مظهر كويس وعايز ينطلق، هو اجادته كلها مش في الناحيه الدفاعيه، اجادته كلها في الانطلاقات، وشفنا الماتش اللي قبل كده اللي كان في تونس واللي جه من الشمال من اليمين كذلك برضو انا ليا راي برضو احمد فتحي اختياره برضو نلعب في مكانه عنده الحته الدفاعيه احسن من محمد هاني وخبره وفي صلابه اكثر شويه، فاعتقد ان هو وخطوره الترجي يا سيد من ناحيه صح. الشمال، فهو اعتقد ان هو حتى انا 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 في رايي ان احمد فتحي النهارده ممكن هتلاقيه في الناحيه الهجوميه هيهاجم على استحياء شويه، هو يعني هيبقى مهتم اكتر بالناحيه الدفاعيه لان الترجي بيعتمد برضو على الكور الطويله من الاثنين الديفندرات دي على الاطراف، فهو عشان كده ممكن يكون احتفظ باحمد فتحي في مكانه ناحيه الباك رايت وهيدي الحريه الكامله لمعلول في الانتقاد، مش هيبقى في ماتش بره الاثنين الطرف اليمين والشمال الاثنين طريق ما ينفعش. وفي نفس الوقت برضو احمد فتحي بيجيد حته التغطيه العكسيه اللي هتبقى النهارده، اعتقد انها هتبقى مهمه جدا جدا عشان حته معلول. اوكي طيب كارتيرون ورؤيته بقى وتاريخ مواجهاته في افريقيا او لعبه في افريقيا والبطوله اللي خدها مع مازيمبي، مع تقرير مع كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي، ونرجع مكملين مع ضيوفنا كابتن حماده وكابتن حشيش وكابتن اسامه عرب. سجل حافل للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي وبالأخص على المستوى الإفريقي، وذلك قبل توليه المسؤولية الفنية للفريق الأحمر مطلع الموسم الجاري، هو الأمر الذي لعب دور البطولة في ترجيح كفة المدرب الفرنسي على أقرانه من المدربين الذين تنافسوا على شرف قيادة الأهلي قبل أن تستقر لجنة الكرة الحمراء على منح كارتيرون دفة القيادة الحمراء. كارتيرون بدأ مسيرته التدريبية في أوروبا ولكن نجاحاته التدريبية تحققت في إفريقيا، فالبداية في إفريقيا كانت عام 2012 بعد توليه المسؤولية الفنية لمنتخب مالي الذي نجح في قيادته للمركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا، كما صعد بهذا المنتخب لأفضل تصنيف عالمي والذي يصدره الفيفا، حيث وصل للمركز 21 عالميا ليصبح كارتيرون معشوق الجماهير المالية. انتقل كارتيرون بعد ذلك لتدريب مازيمبي الكونغولي رغم تمسك الاتحاد المالي ببقائه، وذلك منذ عام 2013 وحتى عام 2016، حيث قاد مازيمبي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2015 وتأهل لكأس العالم للأندية وحصل على المركز السادس، وحقق معه لقب كأس السوبر الإفريقي بينما حصل على لقب الدوري الكونغولي مرتين،
وبعد نهاية عقده مع مازيمبي تولى تدريب نادي وادي دجلة المصري، حيث فاز معه في 20 مباراة من 30 مباراة خاضها مع هذا الفريق. في مايو الماضي تولى تدريب فريق فونيكس رايزينج الأمريكي قبل أن يقوم بفسخ تعاقده معه لينتقل لتدريب الأهلي أملا في تكرار الإنجازات الإفريقية. هو الأمر الذي توافق مع رغبة إدارة الأهلي والطامحة للتحليق من جديد في سماء القارة السمراء، ومن ثم العودة من جديد لبطولة العالم للأندية. ملعب الأهلي والاستعداد طبعا لمباراة قمة عربية إفريقية، الترجي شيخ الأندية التونسية مع زعيم الكرة المصرية والعربية والإفريقية الأهلي كابتن أسامة عربي. حسام عاشور لأول مرة اللي متخن الذاكرة في مواجهات الأهلي والترجي على أرض رادس ما يكونش موجود، بتلعب النهاردة بشام محمد، بتلعب بعمر السولية، واجبات معرفش حضرتك تتفق معاه ولا لا، لازم يكون في واجبات دفاعيه شويه لناصر ماهر، شويه في ناصر ماهر خصوصا في نص الملعب، زي ما هم عندهم ثلاثه امامي ممكن يستغلهم بشكل كويس قوي، لكن التحضير كمان وعدم الارتياحيه في التحضير بالنسبه للترجي التونسي اللي هيقابلها الاهلي هتبقى مهمه جدا. طبعا المباراه دي هتبقى مش عايزين نقول معركه بس هي بلفظ يعني صراع في وسط الملعب. اوكي. اللي هيسيطر على وسط الملعب كويس هتفرق كتير معاه جدا، سواء هجوميا في المساندة الهجومية او في تقليل الضغط على لعيب الدفاع يعني. ففي صراع شديد جدا، انت وكان الكابتن حمادة اتكلم فيها وحشيش شوية، عمرو السولية وهشام محمد النواحي الدفاعية ما فيهاش الصلابة بتاعت حسام عاشور. حسام عاشور يعني زي ما يقول مسمار في وسط الملعب، بيعرف يعمل عمق ورا كل لعيبة وسط الملعب كويس، بيعرف يقطع كويس الحاجات اللي هي قبل ما توصل للخط الخلفي بالنسبة لنا احنا سواء لقلبي الدفاع او في الاجناب، بيعرف كمان يعمل استحواذ كويس. الاستحواذ كويس موجود عند هشام والسولية، دي ما فيهاش مشكلة قوي يعني، بيعرفوا عندهم القدرة على تسليم والتسلم كويس، لكن هي المشكلة اللي هتواجههم شوية لو ما فيش مساندة من ناصر ماهر ووليد سليمان وميدو الخماسي ده او الثلاثي ده مع الاثنين دولت هتبقى في مشكله، لانه الخمسه بتوع نص الملعب بتوع فرقه الترجي عندهم كميات جري كويسه، عندهم قوه، عندهم تسليم واستحواذ كويس. فرانكوم اولا قوي جدا اللي هو بيلعب وحيد في وسط الملعب الدفاعي، لما بيبقى فاضي بيعرف يسلم ويستلم كويس قوي، وبعدين عنده كميات الجري والجهد عاليه جدا. كل بالي نفس الشيء هيبقى على شماله او يمينه، ومحمد علي منصر كلنا شفناه طبعا مع الاتحاد السكندري، لعيب كورته حلوه يعني، هو اقلهم دفاعيا من كل بالي وفرانكوم، بس كورته كويسه، بيعرف يكمل ورا الفراوده، بيعرف يعمل تمريرات في العمق، بيعرف يشوط، فهو كورته كويسه. فكمان في البلايلي والمجري هيسقطوا في وسط الملعب عشان يبقى خماسي، فبرضه لازم هيبقى في شغل كويس من احمد فتحي ومفروض معلول للمسانده لنص الملعب. فزي ما انا قلت انه ناصر ماهر، ميدو جابر، وليد سليمان هيبقى عليهم عامل كبير جدا مع هشام وعمر السولية عشان ما نفقدش السيطره على وسط الملعب. طيب اتكلمنا على حسام عاشور ومدى تأثيره، ونروح نشوف تقرير خاص بغيابات الأهلي في مواجهة الترجي ونرجع لكم من جديد. أهلي.
المارد الأحمر على موعد مع مواجهة قوية ومرتقبة في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه الترجي التونسي أحد الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية. هو اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل على الملعب الأولمبي برادس، هو الاستاد الذي طالما شهد صولات وجولات لنادي القرن يتفاءل به الكثير من الجماهير الأهلاوية. تأتي مباراة اليوم في ظل ظروف صعبة يواجهها الأهلي الذي يفتقد للعديد من العناصر المؤثرة والمهمة، وذلك لأسباب مختلفة. فالإيقاف بسبب الحصول على إنذارين حرم الفريق من كابتن الفريق ومسمار خط وسطه حسام عاشور وأحد أهم اللاعبين، حيث يمتاز بالالتزام التكتيكي وبتعليمات الجهاز الفني. دائما ما يقدم مستويات مميزة خاصة في المباريات الكبيرة مثل لقاء الليلة. حرمت الإصابة اللعينة المارد الأحمر من أحد الأوراق الرابحة وأهم مفاتيح لاعب الفريق وهو النيجيري جونيور أجايي الذي تعرض لإصابة كبيرة في مباراة الجولة الرابعة أمام تاونشي بطل بوتسوانا، سيغيب بسببها عن الملاعب مدة طويلة قد تصل لأكثر من 3 أشهر. أيضا يفتقد الأهلي في هذه المواجهة الهامة لاعبه باسم علي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، ويتبقى له 2 أسبوع من التأهيل حتى يصبح جاهزا للعودة والمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية. الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استبعد الثلاثي مؤمن زكريا صبري رحيل باكاماني، وذلك لأسباب فنية. برغم هذه الغيابات إلا أننا اعتدنا دائما بأن الأهلي بمن حضر وكل من يرتدي الفانلة الحمراء عليه مسؤولية إسعاد الجماهير الأهلاوية الكبيرة والغفيرة، ليس في مصر فقط ولكن في جميع أنحاء القارة السمراء والمنطقة العربية. فكل الأمنيات الطيبة لأبناء القلعة الحمراء بتحقيق نتيجة طيبة وحسم الصعود لدور 8 وتقدم خطوة نحو استعادة اللقب الغائب منذ 2013. حسام عاشور وأجايي وصبر الرحيل وباكا دول أبرز الغيابات اللي موجودة، ومؤمن زكريا بالتأكيد أبرز الغيابات للنادي الأهلي. لكن قبل كابتن حماد ما تعقب بعد إذنك أقول بس برضو الاحتياطي للفرقتين الأهلي شريف إكرامي وإسلام محارب أيمن أشرف محمد هاني صلاح محسن أكرم توفيق في أول ظهور ليه في قائمة إفريقية للنادي الأهلي، طبعا ناصر ماهر برضو أول لقاء ليه بالنسبة للنادي الأهلي إفريقيا مروان محسن. الترجي التونسي في رامي الجريدي وشمس الدين زوادي اللي كان بيلعب سيرد باك وكان محتمل يلعب، ايمن بن محمد هو اللي كان مصاب وراجع من اصابه اللي بيلعب دلوقتي اسمه ايمن محمود، ايهاب لمباركي اللي هو راجع برضه من الرباط الصليبي، محمد امين المساكني ومحمد ماهر بن صغير وانيس البدري هو الاحتياطي. يبقى هيثم الجويني مش موجود خالص وده سيرد وده راس حربه قوي جدا قوي البنيان والالتحامات وكده. سعيد بكير كمان ودي جديده شويه لعيب كويس لعيب كويس جدا لعيب كويس سعيد بكير وهيثم الجويني مش موجودين مع مصاب اللي هو بس ستيل برده الدكه جامده برده طبعا انت عندك المساكني برده انيس البدري برده من اللعيبه طبعا عندهم خبرات يعني ده الورق الروح بتاعهم بالظبط كده. اتفضل. يمكن انا عندي تعليق بس على على على, على, على وسط الملعب اللي لعب مباراه انا باكد عليها تاني. مميز بيها القائد اللي بيعمل اشارات الضغط، يعني كان دايما حسام عاشور هو اللي بيعمل اشارات الضغط في قائد توجيه. لو ما عملناش ده هنتعب جدا في نص الملعب، يعني لازم هشام محمد اللي انت بتقولها دي يا كابتن حماده في منتهى الاهميه بالظبط، يعني انت يعني مش سايلنت انت في الملعب طبعا ده الكلام مهم جدا توجيه مهم جدا. بيلعب فيه السوليه وبيلعب فيه هشام محمد وناصر ماهر، مساحات ظهرت كتيره جدا في وسط الملعب في وسط ملعبي
في مساحات عمرها ما حصلت في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيفرد الكره في اي مكان بتلاقي بيبقى فيه اشاره للضغط، بيعمل ضغط قوي جدا بيجيب الكره، بالك بسيب الفرقه بتخش نص ملعبي وفي مساحات كمان. فلازم هشام محمد، السوليه، ناصر، الاطراف، وليد وميدو جابر، بيبقى داخلين عاملين كثافه في وسط الملعب، نبقى بخمسه على الاقل في حته الضغط، مش رجوع بس، رجوع بضغط يعني في بمسك منطقه اومان، بيبقى في ضغط كويس جدا. صحيح. لو ادينا مساحه للترجي بلعيبه نص ملعب الجيده جدا يبقى في مشكله بالنسبه لنا كبيره جدا. صحيح. مشكله هتقابلنا لو ما عملناش الضغط. صحيح. يبقى هشام محمد لازم يعمل ضغط كويس، السوليه يعمل ضغط كويس، ناصر ماهر، الاثنين اللي من بره داخلين بشكل كويس، يبقى عملنا ستاره في نص الملعب بس بضغط قوي جدا في نص ملعبنا عشان اقدر اقطع واشوف المساحه الخاليه اللي يتحرك فيها بقى وليد ازارو، وليد سلمان بانطلاقاته، التحولات بتاعتنا لازم تبقى فيها سرعه قويه جدا. لو لعبنا ممكن نبتدي بضغط وممكن هتلاقينا في وقت معين بنرجع، يعني في مش خوف، هو في تحفظ شويه من التيم بيرجع عشان حتى اخلق مساحه للعب بعد كده. فلما ارجع يبقى لازم مساحاتي كلها متقفله بشكل كويس جدا عشان اعرف اعمل انطلاقاتي بعد ما اقطع الكوره. ده مهم جدا، بيبقى بيجي من الضغط اللي بعمله كويس جدا في نص الملعب. طيب وليد سليمان، اكيد اكيد برده الكلمه دي، معلش سيد، التايمنج مهم قوي في موضوع الضغط، لان انت عارف لو واحد بس اتاخر المجموعه كلها فشلت في موضوع الضغط. ترجي عندهم كام لعيب بيعرف يستحوذ كوره وبينقل ويدور الكوره كويس قوي. المشكله الاساسيه لو انت فعلا مش عامل كثافه عدديه والمساحات قريبه، هم لعيبه مهاريه طبعا ممكن يقدروا. وكمان انا يعني بحذر برضو من الميس باس في نص الملعب، لان الترجي من الفرق اللي بتلعب برضو على غلطات الناس في نص الملعب، عندهم الحته دي ممكن لو اتقطعت في نص الملعب عندهم لعيبه تقدر توصل وتعمل جمله يعني. طيب كلم كابتن حماده على اهميه وليد سليمان، بيعيش تمام. افضل حالاته في الفتره الحاليه. طبعا هو طبعا وليد من احسن اللعيبه الموجودين في النادي، بيلعب طبعا بروح، عنده خبرات، اكبر خبرات موجوده عنده. انا بس عايز يعني برضو اقول لوليد يلتزم الهدوء شويه النهارده، لانه وليد من نوع اللي ممكن يعني متحمس زياده متحمس. والعصبيه هم بيجيدوا الاستفزاز اللعيبه، وعارفين الحته دي في وليد من اكتر من مباراه، وله تاريخ معاهم في حاجات كتيره. فوليد لازم برضو يعني يبقى اكثر هدوءا عشان يقدر. الحكم كمان ما بيهزرش. بالزبط. جيد جدا الحكم ده. بالزبط. جيد جدا، لكن وايده سريع. سريع. سريع سريع. طيب نطلع نشوف تقرير خاص بوليد سليمان ونكمل مواجهتنا مع الترجي التونسي. الترجي على برج العرب خد اللي هو عايزه، احنا كمان في كل سنه في الروح رادس بناخد ان شاء الله الرحمن اللي احنا عايزينه، وهيتاكد النهارده. المارد الأحمر على موعد مع مواجهة قوية ومرتقبة في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه الترجي التونسي، أحد الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية. هو اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل على الملعب الأولمبي برادس، هو الاستاد الذي طالما شهد صولات وجولات لنادي القرن يتفاءل به الكثير من الجماهير الأهلاوية. تأتي مباراة اليوم في ظل ظروف صعبة يواجهها الأهلي الذي يفتقد للعديد من العناصر المؤثرة والمهمة، وذلك لأسباب مختلفة. فالإيقاف بسبب الحصول على إنذارين حرم الفريق من كابتن الفريق ومسمار خط وسطه حسام عاشور وأحد أهم اللاعبين، حيث يمتاز بالالتزام التكتيكي وبتعليمات الجهاز الفني. دائما ما يقدم مستويات مميزة خاصة في المباريات الكبيرة مثل لقاء الليلة. حرمت الإصابة اللعينة المارد الأحمر من أحد الأوراق الرابحة وأهم مفاتيح لاعب الفريق، وهو النيجيري جونيور أجاي الذي تعرض لإصابة كبيرة في مباراة الجولة الرابعة أمام تاونشيب بطل بوتسوانا، سيغيب بسببها عن الملاعب مدة طويلة قد تصل لأكثر من 3 أشهر. أيضا يفتقد الأهلي في هذه المواجهة الهامة لاعبه باسم علي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، ويتبقى له أسبوعان من التأهيل حتى يصبح جاهزا للعودة والمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية. الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة
الفرنسي باتريس كارتيرون استبعد الثلاثي مؤمن زكريا صبري رحيل باكاماني، وذلك لأسباب فنية. برغم هذه الغيابات إلا أننا اعتدنا دائما بأن الأهلي بمن حضر وكل من يرتدي الفانلة الحمراء عليه مسؤولية إسعاد الجماهير الأهلاوية الكبيرة والغفيرة، ليس في مصر فقط ولكن الماتشات الكبيرة ديت ما بتسيبش كل تفصيلة تعدي عليك كمدير فني، يعني من العمق، خط الوسط، الأمام، كل حاجة، حتى حراسة المرمى. كابتن أسامة، مباراة ثنائية ما بين الطرف ده والطرف ده أو الطرف ده والطرف ده، يعني أنت عندك مثلا أحمد فتحي ووليد سليمان بيقابلهم، يعني بيقابلهم كان شمام والبلايل، لا حسين الربيع الأول، شمام بيلعب بسادة باك، بيلعب أعتقد هتبقى العكس، هتلعب حسين الربيع هو اللي سيرد باك اعتقد ممكن. لا 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 خالص، ده بيلعب باك ليفت صريح 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 يعني. والبلايلي اوكي. المواجهه الثانيه علي معلول وميدو جابر، تمام. عندك يوسف البلايلي مثلا او بلال المجيري وسامح الدربالي، ايوه، ايهما يتفوق؟ خلي بالك الاثنين، ما هو الباك رايت تونس ترجي والباك ليفت ترجي، الاثنين عندهم حته بطء سنه، عندهم قوه، عندهم قوه، اتفضل. قوه طبعا زي ما انت قلت، الملعب بيبقى متقسم في الاطراف في العمق وفي، فالمواجهات دي هتبقى موجوده، ولذلك انا اتصور ان ممكن مستر كارتون فكروا في ان وجود احمد فتحي زي ما قلنا عشان البلايلي بيعرف سريع، بيعرف يعدي واحد ضد واحد، فممكن حطوا المواجهه الدفاعيه الاقوى في الجزئيه دي. هيساعده جدا وليد سليمان، وبالذات في النواحي كمان مش الدفاعية، في النواحي الهجومية، لأن أنا شايف أنه الجنب الشمال بتاع فرقة الترجي عندهم مشكلة شوية، سواء حسين ربيع أو سواء اللي وراه خليل شمام اللي هو أساسا ظهير أيسر، ولما كان بيلعب ظهير أيسر هو عنده بطء وكرته حلوة، صح، كابتن الفرقة كرته حلوة، حتى لما كان بيلعب باكليفت عرضياته جميلة ولكن كان ارتداده بطيء، فاحيانا بيبتدوا يستعينوا بيه كمساك ولكن عنده نفس المشكله البطء. فالمنطقه اللي هي خلف حسين ربيع دي ممكن جدا لو احمد فتحي ووليد سليمان، وكمان احيانا المفروض ان ازارو بيتنقل فيها او ناصر ماهر، ممكن تعمل مشكله كبيره جدا، لانه زي ما انت قلت الجبهه دي فيها ضعف شويه في النواحي الدفاعيه. الناحيه الثانيه سامح الدربالي عنده قوه في الدفاع اكتر، وحتى في الهجوم هو عنده جهد وبيطلع، ولكن ان شاء الله ميدو جابر يعرف يتعامل معاه هو وعلي معلول، لانه علي معلول احنا كلنا عارفين انه متميز قوي هجوميا، ولكن احيانا لما بيبقاش فايق النواحي الدفاعيه بتبقى عنده شويه مشكله في التغطيات، شويه مشكله في ان بتساب واحد على واحد ما بيبقاش قوي زي احمد فتحي، فلازم ميدو جابر وطبعا اللي هيبقى قريب منه سواء السلية او هشام محمد لازم يبقى قافلين كويس، لانه سامح الدربالي بينطلق كتير، وبلال المجري برضه هيتلاقي عنده انطلاقات، فانا شايف في توازن، يعني هنا في قوه دفاعيه عند احمد فتحي مقابلها ناحيه هجوميه عند علي معلول، والعكس ضعف شويه دفاعيا، وهم العكس، هم الجبهه الشمال عندهم ضعف في النواحي الدفاعيه شويه وعندهم قوه في البلايلي في الهجوم، ففي توازن، فهي حالة اللعيب في الماتش هتفرق كتير جدا. ولكن بس في مشكلة قبل دي كمان أنا كنت حابب أتكلم فيها، إن إحنا عندهم بطء كتير قوي في قلبي الدفاع أو في الإطراف، فمفروض إن أزارو هو العنصر السرعة اللي موجود في الفرقة، أحيانا ممكن يبقى واخد الإطراف، لازم ميدو جابر وناصر ماري يكملوا. المشكلة بقى لو أزارو طلع ناحيه الطرف بعد عن 18، ان التكمله الهجوميه تبقى ضعيفه، هي دي مهمه جدا من تأكيد ناصر وميدو، لان انت بتتكلم في نقطه في منتهى الاهميه، الجولين اللي جم السنه اللي فاتت الاثنين على فكره من ناحيه شمال الترجي، يعني واحد عملها عبد الله السعيد والثانيه كان عملها علي معلول، ايوه، الاثنين اللي كملوا فيهم كان علي معلول ومنطقه خالص واجايه، ايوه، كان نازل مع
وليد أزارو. هقول النقطة برضو ممكن تحصل النهاردة ووضع طبيعي بعد تألق علي معلول السنة اللي فاتت في المباراة اللي كانت في تونس. أعتقد إن ممكن يبقى في التحام من سامح الدربالي. سامح الدربالي عنده قوة عنيف وعنيف جدا شرس في في الكرات المشتركة، فممكن تلاقيه مع علي معلول عنيف شوية. كابتن حمادة، في مباراة النجمة كانت من ضمن الحاجات أو الملاحظات بداية الهجمة، النهاردة ممكن تلاقيها كويسة لأن كولوبالي كمان بيعرف يبني هجمة كويس. عندهم لا عندهم بناء الهجمه بشكل، لا كولوبالي عندنا احنا بنتكلم عن كولوبالي عندنا سليف كولوبالي. سليف كولوبالي عنده الخبرات يعني كان يعني بجد هو مكسب كبير للنادي الاهلي في حاجتين، في بناء الهجمه من تحت بشكل جيد، في الكور الثابته اللي هو مميز فيها، والماتش ده يعني برضو كور ثابته بقى ليه عامل كبير جدا جدا. تمام تمام. اللقاء ممكن تلاقيه مقفول، تلاقي فيه حذر، فيه واجبات دفاعيه اكتر من الواجبات الهجوميه، يعني الواجبات الهجوميه ممكن تتساب للمستوى الفردي بتاع اللعيب. ثلاث اجوال بتوع السنه اللي فاتت اللي جابهم الترجي في الاهلي، الهدفين اللي هنا ضربه ركنيه وكره ثابته فاول، والثاني كان بينالتي. ثلاثه اجوال كره ثابته. الكره الثابته بالماتشات المقفوله، الماتشات اللي فيها واجبات دفاعيه من الفرقتين، فالكره الثابته ليها عامل كبير جدا. لازم زي ما بنتكلم على الادوار الدفاعيه بتاعتنا عامله ازاي، الاطراف زي ما اشتغلنا قلنا علي معلول بتاع دوت علي معلول مع ميدو جابر، وليد سليمان مع احمد فتحي مع هشام محمد، يعني في كل جنب لازم في قوه دفاعيه بشكل كويس. المباراه النهارده مباراه اول مباراه صعبه يقابلها مستر كارتيرون، ادارته المباراه عامله هتبقى عامله ازاي، يعني ده اختبار صعب. اه وكان قبل كده كان عنده مستوى افريقيا وحتى كان المحلي. عنده لا انا بتكلم عن النادي الاهلي اول مباراه معاه مع النادي الاهلي، مباراه صعبه سادس مباراه مش كده؟ خد الاسماعيلي، الاسماعيلي صعب برضه مش سهل. لا المصري بيتكلم في ظروف بس دي اصعب مباراه. هو كان مع مازيمبي وخد بطوله. بتكلم عن النادي الاهلي في اول لقاء صعب صح في افريقيا وبره الارض، ده زي نهائي يعني وبره ملعبه. صحيح. ازاي هيدير؟ ازاي قراءه لفريق الترجي؟ قريه ازاي التشكيل اللي حطه؟ فده هيبان من خلال بدايه المباراه، خلال الماتش الشوط الثاني هيبقى عامل ازاي، خلال المباراه نفسها هو هيدير ازاي، اللعيبه في الملعب هتنفذ الكلام ده ولا لا. طيب تعليق في ساده حته صغيره خالص على بس كوليبالي، لعيب كويس قوي، عنده كوره وبيسلم من تحت زي ما انت بتقوله مكسب، وكور الثابته بيطلع فيها تايمنج كويس وجامب كويس عشان طويل، حته السرعات بالنسبه له والترنات، انت دايما انت عارف الناس الطويله بتبقى الترنات عندها صعبه شويه، بان في ماتش المصري في كورتين كده واحد خدها من الفيرود زقها ما هو من قبليه وسبق وعدى، فدي برضو ممكن انها تبقى صعبه. ناصر ماهر في 20 ثانيه لاعب ممتاز والمستقبل جاي له، ولكن هو بياخد دلوقتي فرص كتيره. كلنا كنا بنتكلم ان ناصر ماهر لازم يلعب، بس هو كمان لازم يثبت ان هو جدير بالمكان ده، وهو ان شاء الله هيبقى توقعاتك لاعب كويس ان شاء الله في المكان ده. ان شاء الله يعني انا قلقان شويه من الماتش. كابتن حشيش ان شاء الله لو الشوط الاولاني عدى ممكن ان شاء الله نعمل نتيجه كويس. كابتن مسامه انا اقرب التعادل. اوكي، على راد استاد القاهره المسمى بالنادي الاهلي بيجيد ويتالق فيه، كل التوفيق للاهلاويه، كل التوفيق لكل هيلعب حتى اللي هيلعب الشوط الثاني ايا كان بقى، صلاح محسن، اكرم توفيق، مروان محسن، ايمن اشرف، محمد هاني، اسلام محارب، شريف اكرامي، كل البدلاء او اللي موجودين على دكه البدلاء للنادي الاهلي، كل التوفيق للمجموعه ككل. ان شاء الرحمن نتقابل بعد المباراه هنا من خلال ملعب الاهلي، استنونا وبعد اللقاء تعالوا بسرعه باذن الله نكمل كل صغيره وكبيره عن اللقاء المرتقب والمنتظر، متعه كره القدم الافريقيه، الترجي شيخ الانديه التونسيه والاهلي زعيم الكره المصريه والعربيه والافريقيه في مواجهه معتاده سنويا.